السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انا خرجني بره اني سيشن اكسبايرد لان سبت الجهاز شويه، هخش باليوزر بتاعي من جديد. عايزين نعمل ايه في الفيديو ده؟ عايزين نتعلم ازاي نتعامل. احنا طبعا عملنا اخر حاجه ان احنا نكرييت يوزر وكده، لكن المره دي هنعمل كذا حاجه كده مهمين برضو في المانجمنت بتاعت اليوزرز، مش الرولز، اليوزرز بس. احنا حتى لما معانا ادمن ومعانا ريدر ورايتر ومعايا بايثون 1، هاخد اسلوب تاني من اساليب ان احنا نكرييت يوزر علشان وناخد الابديتس والكلام ده كله. ففي طريقه تانيه ان انا اقول له انسيرت انتو، يعني عايز اضيف جوه الاو يوزر، تمام؟ سيرت انتو اليو او يوزر وست، وابعت القيم اللي انا عايزها. يعني ايه؟ سيت النيم مثلا ايكوال مثلا عادي، تمام؟ حلو. وخلي لي الباسورد بتاعه بتساوي مثلا باس وكوما، وخلي لي مثلا الستيتس بتاعته خليها اكتف مثلا، ما لازم تكون اكتف. واخر حاجه ومن اهمهم، يعني انا اقول له الرولز لازم هو ياخد صلاحيتي. احنا عرفنا طبعا الصلاحيات الموجوده عندنا اللي هي يا ادمن يا رايتر يا ريدر. فانا ممكن يعني كنا بنجيبها بسلكت فروم او رول لو فاكرين يعني. فانا هقول له، ممكن اقول له طبعا انا عايز هنا في الحته دي استدعي اجيب الرول اللي اسمها ادمن كلها اديها العدد، او الرول اللي اسمها ريدر واديها العدد او رايتر، بكل بقى السبيسيفيكيشن بتاعت البريميشن والكلام ده كله. عشان كده هم جاي قايل له الرول بتساوي، انا مش عايز اكتبها كلها بالتفصيل، انا عايز اقول له روح سلكت من الرول وير ان الايه ان النيم بتاعت الرول تكون ادمن او تكون ريدر او تكون رايتر. فهيروح يجيب كل الداتا بتاعت الادمن ويقوم حاططها جوه رول بالنيم دي عادل، او يبقى يعمل زي كونكشن زي ريليشن. هياخد هيربط بقى الايه ده الرول دي بتاعت العادل دي مع الايه الرول بتاعت الادمن. بشكل ده كريت يوزر واديته الايه الصلاحيه دي. طبعا واحد يجي يقول لي ايه، طب ما الثانيه دي اسهل. اقول لك مش كده اسهل، انا معلمك دي عشان تاخد بالك من الانسيرت، عشان لسه كمان في ابديت ولسه كمان في ديليت، تمام؟ قلنا كده ادي هو بتاع الكويري بتاعنا ران، قال لي اشتغلت اهي، وضاف لي واحد يوزر 6 على 6 وقال لي اسمه عادل واكتف. وطبعا ايه على الرولز اللي هي 5 على 0، 5 على 0 دي اللي هو الار اي دي، طبعا 5 على 0 اللي هو ادي الايه الادمن بكل ايه سبيسيفيكيشنز بتاعته كبرميشنز ترو، تمام. دي اول حاجه نضيف يوزر. طريقه ثانيه ان انا اضيف يوزر، طيب ان انا اعدل بيانات اليوزر مهمه جدا بتستخدم الابديت زي الستاندرد اس كيو العاديه، ابديت الاو يوزر، تمام، وست برضو. وبعد ست بحط الايه الحاجه اللي انا عايز اعدل، يعني مثلا اقول له النيم خليه مثلا صبور وير ان النيم كان عادل، يبقى هو يغير اسم عادل ده، يخلي الاسم بتاعه بدل يوزر كان اسمه عادل يخلي اليوزر بتاعه اسمه صبور. لما نجرب كده مظبوط، قال لي عادل طبعا. وبنفس الاسلوب طبعا لو انت عايز تبص، بص بالايه بال خلينا في ده، لو احنا عايزين نبص على اليوزرز يعني عندنا شكلها عامل ازاي دلوقتي، اهو هنلاقي صبور اهو موجود واكتف، تمام. طيب حلو جدا، بنفس الاسلوب ده انا ممكن اغير الباسورد، يبقى انا بعمل ابديت للباسورد، صح؟ ان انا اقول له هنا بقى ايه، بدل ما اقول له كده النيم غير النيم، اللي هقول له بقى سيت الباسورد كان اسمها باس، صح؟ اقول له ايه باس وقول ان النيم مش عادل، بقى ما عندناش حد اسمه عادل، عندنا حد اسمه صبور، تمام. كده انا بعمل ابديت للايه الباسورد، بعمل تعديل للباسورد، تمام. لو جينا جربنا اتعدل، لو حبينا نمسح كده وندوس الت وسهم فوق، اسف الت، نروح للسلكتاي نبص بصايه، هلاقي ان ايه ادمن وريدر ورق، وهلاقي صبور، وده ايه اكتف، والباسورد طبعا مش هنشوفه هيبقى متشفر. لكن ممكن على فكره برضو ادي اكتيفيشن لليوزر بنفس الاسلوب، اقدر ادي اكتيفيشن لليوزر. يعني ايه ادي اكتيفيشن؟ يعني اعمله ديسيبل مش ليه حق يخش. ابديت ايه؟ اقول له سيت الستيتس
دي اكتيفيشن عندنا اسمها suspended. suspended يبقى عندنا اكتيف خلاص, وفي عندنا suspended يعني علق الراجل ده. هو الوقت لو تلاحظ هو كان السبور ده كان اكتيف, لما اقول له ابديت كده قال لي تمام حلو, هو عدل, همسح وقلته لفوق, هجيب السلكتايه واشوف, هلاقي ان السبور بقى ايه suspended يعني هو دلوقتي بقى واقف, هو موجود اليوزر بس ملوش حق يشتغل. اخر حاجه انا زهقت من اليوزر ده خالص, انا هحذفه في دروب يوزر, دروب من الاو يوزر وما اسمه اللي هو اسمه سبور. كويري دروب او يوزر was expecting a let out explain database name. طيب ممكن اعملها بشيء باسلوب تاني طالما الدروب دي ما اشتغلتش معانا. ديليت فروم الاو يوزر, ديليت فروم الاو يوزر وير النيم بيساوي صبور, مسح لي اليوزر ده, رن, قال لي تمام. يبقى ده الامر اللي ايه بتاع ديليت لي اليوزر. احنا كده اخدنا اهو تمام, نمسح ده كده ونبص الت فوق سلكتها نشوف فين اليوزر اسمه صبور, مش موجود. كده عرفنا نتعامل مع اليوزرز غير الروتز خالص بقى بالبرميشنز والكلام ده كله ليها تفصيل. كان اسم اليوزرز ازاي, اخدنا خلاصة ازاي نضيف يوزر, ازاي نعدل بياناته, ازاي نغير الباسورد, ازاي نديسيبل اليوزر, ازاي نحذف الايه اليوزر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.